طبعا هناك دولتين اعترضت ودولة امتنعت، والباقي 19 دولة وافقت، او 18 لانه سوريا ايضا 18 دولة وافقت على هذا القرار. الان اللي اعترضت لبنان واليمن. الان قبل ان اخذ الاسئلة، اذا معالي الامين العام العراق، الان الامين العام يمكن يريد يعلق قبل ان ناخذ الاسئلة. شكرا سيادة الرئيس. الواقع ان رئيس اللجنة تحدث حول كل ما حدث، قرأ عليكم قرار الذي وفق عليه كما ذكر باعتراض من دولتين ومنهم سوريا وامتناع من العراق، والباقي كله كان موافق. انا اريد ان اوضح نقطتين فقط وبكل ايجاز. اولا انا عارف في اهتمام كبير في الدول العربية على احترام الاطار العربي للتسوية، وهذا يتفق تماما مع هذا القرار. ليس في هذا القرار خروج ولا طلب تدخل ولا اي شيء من هذا القبيل، مهما قالت الحكومة السورية او مهما قال مندوب سوريا الان، لان هو ادعى امور لا اساس لها من الصح. القرار امامكم، هيكون امامكم جميعا، اقرؤوه بامعان. الامر الاخر ان الجامعة العربية بدأت الاتصال بالحكومة السورية منذ 4 شهور لوقف العنف ووقف القتال، ولم يحدث هذا حتى